إذن مشاهدينا الأعزاء متواصلين وانطلق في هذه اللحظات وفي هذه الأثناء هذا الشوط السادس وهو الثالث للحقائق القعدان، والانطلاقة سليمة وموفقة بعون من الله سبحانه وتعالى. كل الشكر والتقدير للجنة المنظمة لسباقات الهجن برئاسة سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني وكافة الإخوان العاملين معنا في اللجنة. أيها الأعزاء، مقدمة الشوط مدمر هادي بن سالم بن لفجح المري على مقدمة الشوط، وفي المركز الأول يلي مشيرب لطالب بن صالح بن عقيل المري، بينما أشاهد شعار بن بخيتة يتسلل في هذه اللحظات إن صح الكلام إلى المركز الثالث من الجانب الآخر، ويليه على المركز الرابع شعار بن شابل أو شعار بن نايف أحد الشعارات المعروفة. هنا على مقدمة الشوط في هذه اللحظات بديع علي بن بخيت بن عويضة بن هلال العذبة المري، الدور دور المركز الثاني، والوصول من مدمر هادي بن سالم بن لفجح المري المركز الثالث. مشيرب يتسلل لينتزع المركز الثالث وتعود الملكية لطالب بن صالح بن عقيل المري. المركز الرابع الناوي حمد بن عقاب الرمالي الشمري شعاره على المركز الرابع، وخامسا يتقدم وداع لمحمد بن جار الله بن ضرمان المري. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة الأولى ومقدمة الشوط مع بديع اللي بيبدع في هذا الشوط والمبدع حتى هذه اللحظات علي بن بخيت بن عويضة بن هلال آل عذبة على مقدمة الشوط وفي المركز الأول، والمركز الثاني مدمر هادي بن سالم بن لفجح المري يتقدم مدمر تقدم ممتاز، والعصا قوس مع شعار عبد الهادي بن سالم بن لفجح المري. ورابعا هنا التسلل على أو ثالثا يتسلل الشقب لبريك بن عجيان بن مجدور المري شعاره يتقدم على المركز الثالث. المركز الرابع أشوف التسلل من جراح لحمد بن محمد بن جمعان المري، وشعار بن سفران يصل أيضا على ظهر بيضان ويتسلل يخطف المركز الثالث. مسفر بن سفران المري يقدم لنا بيضان في هذا النداء وفي هذا الشوط وفي الأمتار الحساسة. عموما أعود مع لوحة الـ 1200 متر الأخيرة إلى التقدم من بديع المبدع حتى هذه اللحظات، وركز يا أبو بخيت، ركز يا علي بن بخيت بن عويضة بن هلال العذبة، وعويضة بن بخيت يتابع انطلاقة بديع في هذا الشوط الكيلو متر الأخير، وسلالة بديع ما زال سيدا للموقف. المركز الثاني هنا جراح حمد بن محمد بن محسن بن جمعان يقدم لنا جراح في المركز الثاني، يتدخل في هذا الوقت يتدخل جراح لأيضا يعالج الأمور. مدمر قادم هادي بن سالم بن لفجح، وأيضا دخول ووصول من الشقب بريك بن عجيان بن مجدور المري. الله، اختلط الحابل بالنابل، ولكن بديع لا غبار على تقدم بديع في هذا الشوط أبدا أبدا أبدا، واضح وضوح الشمس في هذا اليوم بديع من خلال هذا التقدم وهذه السيطرة على مقدمة الشوط. الله يا بديع، علي بن بخيت بن عويضة بن هلال العذبة، وعويضة بن بخيت مميز في هذا اليوم من خلال التضمير والمسايرة والمتابعة، وعصابة حديد بو بخيت، عصابة حديد في هذا الشوط حتى اللحظة لم يصدر الأوامر. 400 متر والانطلاق والدفع تلقائي من هذا المشارك العنيد على مقدمة الشوط، يفرض الهيمنة والسيطرة على ناموس الشوط. العصا قوس 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 يا متابعين، الأوامر طفيفة في هذه اللحظات. القادم على المركز الثاني هنا السيف عبد الهادي بن زيد بن علي بن نديلة، ولكن خلاص 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 حسمها بديع، حسمها ولد بديع، حسمها سلالة بديع. تهانينا والناموس لعلي بن بخيت بن عويضة بن هلال العذبة المري على هذا الفوز. سلام بو بخيت، سلام سلام بديع، سلام لحظات الوصول. تهانينا والناموس. المركز الثاني السيف عبد الهادي بن زيد بن نديلة المري، المركز الرابع العاصي عبد الرحمن بن محمد بن هلال أو الثالث، المركز الرابع فرق طالب بن عبد الله بن يحيى المري، المركز الخامس
الشق بن بريك بن عجيان بن بريك المجدور المري، وسنتأكد من الخمسة المراكز من خلال التوقيت الزمني والإعادة له. عموما بديع يتميز ويكون هو نجم هذا الشوط في هذا الصباح. بديع هذا هو بديع تشاهدونه يصل إلى خط النهاية قاطع عن المسافة في 4 دقائق 35 ثانية 86 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لعويضة بن بخيت بن هلال العذبة، والتهاني موصولة لعلي بن بخيت بن عويضة بن هلال العذبة. 4 دقائق 35 86 جزء من الثانية هو توقيت بديع الفائز والمتوج بطلا ونجما لهذا الشوط. عرض كان من بديع ممتاز وأداء مميز. المركز الثاني السيف، وتوقيت السيف 4 دقائق 38 ثانية 62 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لعبد الهادي بن زيد بن نديله المري. المركز الثالث المخرجنا، عطني الخمس المراكز لو سمحت. هذا هو المركز الثالث العاصي عبد الرحمن بن محمد بن هلال، 4 دقائق 39 44 جزء من الثانية. المركز الرابع فرق طالب بن عبد الله بن محمد بن يحيى. المركز الخامس بالفعل كان الشيق بن بريك بن عجيان بن مجدور المري. أشكرك مخرجنا أحمد، وأشكر أيضا الإخوان اللي أعطوني المراكز بشكل صحيح، واتضح ذلك من خلال الإعادة للتوقيت الزمني.